إن كنتم تحبون الذين يحبونكم فأي أجر لكم. الحقيقة المحبة في الكتاب المقدس محبة من نوع خاص ومحبة مختلفة. مهما تكلمنا عن الحب اللي موجود في العالم بشكل عالمي على حسب مفهومنا وعلى حسب الجسد، عمر ما هيعبر أو هيوصف المحبة من خلال الكتاب المقدس. محبة الله للإنسان واللي فائت كل محبة، واللي مهما تكلمنا عنها أو وصفناها مش ممكن تكون محدودة ولا كلمات ممكن تعبر عنها، لأن الله فدانا بنفسه. لكن النهاردة ومع بعض ومن خلال رسالة معلمنا بطرس الأولى هنتكلم عن المحبة، لكن المحبة اللي من قلب طاهر، المحبة اللي وصانا بيها الكتاب، اللي ملهاش غرض واللي مفيش فيها مصلحة واللي مفيش فيها رياء، والمحبة اللي من قلب طاهر. إزاي ممكن أنا يكون عندي كده؟ إزاي ممكن أعمل ده مع حد وأنا عارف إنه بيكرهني ولا بيحسدني ولا شايل لي الشر جواه، ولا انا عارف انه بيبادلني الحب اللي انا بديهوله او المحبه دي بمنتهى السوء في المعامله او في منتهى الكره؟ الحقيقه الموضوع مش سهل ابدا، لكن صفات المحبه في الكتاب المقدس كيفيه تنفيذها وازاي اتعامل معاها على انها وصيه كتابيه، ده اللي احنا هنعرفه النهارده. بيسعدنا ويشرفنا وجود دكتور ماهر ابراهيم الخادم بكنيسه القديسه العذراء مريم والملك ميخائيل بالخلفاوي. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك. نورنا جدا دكتور ماهر. ربنا يخليك. نشوف مع حضرتك والساده المشاهدين ايه جميله جدا تتكلم على المحبه، وما اكثر الكلام عن المحبه في الكتاب المقدس من رساله بطرس الاولى، ونرجع تاني. أحب بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة. أحب بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة، يعني كلام كبير وكلام عظيم جدا عن المحبة نتأمل فيه النهاردة. لكن دكتور ماهر، لو في البداية حابب حضرتك تدينا فكرة عن رسالة بطرس الأولى. هو رسالة بطرس الأولى من ضمن 7 رسائل بيسموها الكاثوليكون أو الرسائل الجامعة، اللي هي ما اتكتبتش لأشخاص بعينهم. يعني رسائل بولس كانت بتتكتب لمدن بشرها، لأشخاص اتعامل معاهم، لكن الرسائل الكاثوليكون اتكتبت، نقدر نقول رسائل مسكونية بتخص العالم كله، بتخص العالم المسيحي في الوقت دون. فمن ضمنها رسالة بطرس الأولى، اللي هي نقدر نقول من أول الإصحاح هو حدد هي مكتوبة لمين، لما بيقول بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين من شتات بنتس وغلاطيا وكابادوكيا وأسيا وبثينية المختارين. هو كان بيكلم اليهود اللي هم أصبحوا مسيحيين وبشرهم كتير، وبيتعامل معهم أو بيشجعهم وبيديهم الأمل في تحمل الألم. فعلشان كده كان بيتكلم على المتغربين اللي هم نقدر نقول حاسين بأنه حياتهم على الأرض غربة، عشان كده اختار لفظ متغربين. أنا في غربة، فبالتالي ماليش، مش ده الوطن بتاعي، لا أنا بنقلك للوطن السماوي، فعلشان كده أنت على الأرض في غربة، في آلام هتواجهها، في صعوبات هتواجهها، إزاي تتحمل هذه الآلام وهذه الصعوبات؟ صحيح. لكن لو أنا هقف عند الآية دي، ورغم أنها يمكن كلمات بسيطة وقليلة جدا، لكن وصية كتابية. إحنا بنشوف الكتاب المقدس قد إيه في كل أصحاح فيه لازم يبقى مذكور فيه كلمة المحبة، وصية المحبة. ينفع أقول لحد من ولادي حب أختك، حب أخوك؟ ما هو أنا الحاجات دي ما بتجيش بإني أأمره أو أني أطلب منه أنه هو يعمل كده، لكن بتيجي بتعاليم أنا بعملها، فبالتالي بوصل له ده. إزاي إحنا ممكن نشوف ده من خلال رغم أنها وصية لكن هي حقيقة معاشة في الكتاب المقدس؟ إذا كنت بستخدم لفظ حب فلان أو حب غيرك، حب أعدائكم، باركوا لعينيكم، أتوجه للمصدر. أي المصدر بتاعي هو تعليم السيد المسيح أو السيد المسيح شخصه على الأرض. هو كان ماشي إزاي في حياته على الأرض كإنسان؟ هل فعلا لما قال لي أحبوا أعدائكم، هل هو طبق ده؟ يبقى الوصية صعبة ولا سهلة؟ هي الفكرة أنا طبقت ده
ولا ما طبقتوش؟ بقول كلام نظري ولا أنا عملته قبلك؟ أنا عملت ولا ما عملتش؟ بمارس المحبة طبعا. ممارسة المحبة فعلا زي ما حضرتك بتقول. إزاي أنا لما أقول لأولادي يا ريت تحبوا بعض ويقولوني أنا شخص غير محب لأخويا، طب بقول له حب أخوك وأنا مش بحب أخويا، طب حب زمايلك في المدرسة وأنا طول الوقت بتكلم عن زملائي في شغلي في عملي في أي مكان بأسلوب مش كويس، يبقى في الحالة دي أنا مفتقد للشيء اللي أنا عايز أديه لغيري. صحيح. لكن السيد المسيح كان أميز حاجة بتميزه كإنسان إن هو ما يقوله يفعله. فعلشان كده ما كانش فيه نواقص في تعاليمه، كانت تعاليمه كلها كاملة. أحبوا أعدائكم، هو فعلا يا أبتاه يغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. كويس. باركوا لاعنيكم، باركهم، مرضيش يحسب لهم خطية. كل حاجة نطق بها لسانه القدوس كانت صحيحة لأنه هو نفسه عايش اللي بيقوله. صحيح. بيقول من قلب طاهر بشدة، يعني أنا الجملة دي بصراحة من الجمل الجميلة جدا الواحد بيسمعها، من قلب طاهر وبشدة. ضرورة المحبة ضرورة، لكن كيف تكون من قلب طاهر؟ ورأي حضرتك في أن هو يأكد عليها يقول وبشدة. ما هو هقول لحضرتك، لما بتقول لشخص بتحبني وبقول لك أنا بحبك من كل قلبي، يعني من كل قلبي؟ من قلب طاهر، أنا بقولها لك من قلبي، برمز للقلب بالطهارة، إن أنا دايما يا ابني أعطيني قلبك، فبالتالي يبقى القلب ده اللي هو جوايا أنا اللي زرع فيا ربنا جواه المحبة، أنا بقولك من كل قلبي أنا بحبك. هي دي فكرة القلب الطاهر، وده مش هيجي إلا يمكن لو إحنا مسكنا الآية في الأول، بيقول طهروا نفوسكم، مطلع الآية 22 مش بيقول أحبوا بعضكم، لا، ده بيقول طهروا نفوسكم. يبقى أنا لازم أكون طاهر من جوة، أنا لازم أكون صفر خالص، أبيض خالص من جوة، كل نزعت كل الشر اللي جوايا، ابتديت أزرع زرعة تانية جوايا اللي هي زرعة الحب. لو زرعة الحب أنا زرعتها بإيمان في ربنا إن هو اللي هينمي الزرعة دي، تلقائيا هيكون كل كلامي من قلبي. من قلبي بنصحك، من قلبي بوجهك، من قلبي بطرد الباعة اللي في الهيكل، علشان ما نفتكرش إن المحبة يعني استسلام، لا، أو ضعف. من قلبي مش أنا رافض. غيرة. من قلبي أنا بحبكم، علشان كده بقول لك كنت أصلي من أجلك لكي لا يفنى إيمانك، لما قال لبطرس الرسول. من قلبي بقول لك ده، أتحبني يا بطرس؟ بطرس ما عرفش يخدم إلا لما اتسأل ثلاث أسئلة. أتحبني يا سمعان بن يونة؟ أول ما تحبني اعمل كذا بقى، ارعى بقى. يبقى لأن المحبة اللي اتزرعت جواك دي هتقدر ترعى بيها المحبة صراحة. العملية المحبة العاملة أو الإيمان العامل بالمحبة، محتاجة تدريب كتير، ومحتاجة أن أنا يعني عارف حالك اللي هقع وأقوم وهجرب وهتعلم وهغلط، لكن الواحد لما بيقابل ناس حاسس أنه شايل له الشر جواه، زي ما كنت بقول في الأول، عارف أن اللي قدامي بيحبنيش، عارف أنه ممكن يكون بيدبر لي مكايد، عارف، فإني أنا أبادل ده بالحب، وزي ما حضرتك بتقول كده من كل قلبي. الموضوع مش بسيط، لكن محتاج جهاد. أنا ممكن أبدأ منين على مستوى الإنساني وطبيعتي البشرية الضعيفة؟ في فضيلة دايما كان بيقول عليها قداسة البابا شنودة المتنيح، بيقول فضيلة اسمها فضيلة التغصب. إزاي أنا علشان أوصل لمرحلة معينة في حياتي من إتمام عمل معين، إزاي أغصب نفسي عليه الأول علشان في الآخر يبقى عادة بالنسبة لي؟ ازاي اغصب نفسي على ان انا لو واجهت شر اقابله بخير؟ ازاي اقابله بمحبة؟ ازاي انا اللي قدامي كارهني؟ ازاي انا مكروه منه ومع ذلك انا بقابله بمحبة؟ اذا ما عرفتش احبه المحبة الكاملة، على الاقل احاول مع نفسي على ان انا اتقبله، احترمه. لو احترمته هبتدي أحبه،
لو زرعت جوايا كلام السيد المسيح عن المحبة أكيد ده هينعكس عليا أنا في محبتي للآخرين. أسيطر مثلا على غضبي، على طريقة ردي وانفعالاتي، يمكن ده يوصلني بالتدريج لغاية المحبة من قلبي. ده صحيح، وعشان كده الكتاب المقدس بيقول اغضبوا ولا تخطئوا، وما الشمس ما تغربش وانت لا غضبان. تغرب الشمس على غيظك. كويس، كل دون بيؤدي بيا الى حاجه معينه اللي هي ابلع المحبه. عارفه حضرتك الشخص اللي عنده سكر اللي بيحصل انه بيقولوا له ما تشربش الشاي مثلا او المشروبات، اشربها بدون سكر، طب طعمها وحش، اغصب نفسك. اتعود، ولما بيتعود بعد كده ما بيقدرش اثنين وثلاثه، طب لو حطوا له نقطه سكر وقالوا له مش هتعمل حاجه بتضايقك، مش قادر اشرب، انا اتعودت. ازاي ازرعها جوايا؟ ازاي اطلبها؟ صحيح، لان السيد المسيح لما حبنا، مش عايز اقول المحبه صحيح هات وخد، بس هو طب هو كان عايز مننا ايه؟ صحيح، هو فعلا احبنا الى المنتهى. صحيح، لكي لا نهلك. طب صحيح. ازاي؟ من اعظم الامور اللي اتكلم عنها الكتاب المقدس هي المحبه، حتى النسام والمسيحيه هي ديانه المحبه. وجميل ان احنا نبتدي يومنا النهارده مع حضرتك بالكلام عن المحبه. بشكرك جدا دكتور ماهر ابراهيم الخادم الكنيسه القديسه العذراء مريم ورئيس الملك الجليل ميخائيل بالخلفاوي بشبر، نورتنا جدا. ميرسي، وصباح نورتنا. صباح الخير على حضرتك. سلام. دلوقتي هنخرج مع حضراتكم لفاصل، وبعدها هنرجع زي ما نوهنا النهارده في بدايه الحلقه. عندنا فقره مهمه جدا جدا، ازمه كبيره، ازمه نفسيه وازمه مجتمعيه وازمه مروريه واخلاقيه ومتسببه في كوارث كتير جدا، هي ازاي الاطفال ممكن تسوق ونديهم الطريق ونسيبهم بقى للدمار اللي ممكن يحصل واللي ممكن يعملوه. تفاصيل كتير بعد الفاصل.